تفضل. طيب حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا الآن في جناح النمسا والعاصمة في النمسا فيينا، فالعتاد عندنا 8 مليون. بالنسبة للمسلمين قليل جدا، يعني ليس غير معروف يعني بالضبط، ولكن مثله أنا أسلمت الحمد لله، فمثلي يعني أصل النمساويين ممكن فقط ممكن بين 50 وبين 70 نفر فقط، يعني أيوة أصلا النمساويين يعني، ولكن طبعا عندنا أجنبي يعني أي نعم من بلاد المسلمين كثير، يعني أكثر من 3000 ممكن الآن أكثر. عدد قليل يعني جدا. عدد قليل جدا نعم نعم شيخ. فكذلك لماذا أنا فعلت هنا هذا من الخشب مثلا؟ بسبب عندنا نفس العادات مثل العرب، يعني في وقت الإجازة العرب يذهبون إلى صحراء ويجلسون أمام النار ولا على كرسي وهكذا صح؟ ونحن نمشي إلى على جبل، فيعني نتركون الجوالات وكل شيء ونجلس هناك يعني الحمد لله. هذا هو. فالعاصمة فيينا كذلك معروف جدا هنا في السعودية مثلا سالزبورغ والسلامزي والإنسبروك، هذا معروف جدا. وعندنا حدود بين الألماني وبين الإيطاليا والسويسر وسلوفينيا والتشيك. طيب ما أشهر الصناعات الموجودة في النمسا؟ أشهر الصناعات أو الحرفة اليدوية، بماذا يشتغل الناس يعني؟ أيوة يعني البلد نمسا اشتغل بخشب خطب، أيوة أيوة هذا أكثر شيء، وكذلك طبعا كثير ناس عمل بسياحة. نعم نعم أي هذا هو يا شيخ الأكثر شيء يعني. وطبعا يعني هؤلاء عمل كذلك بخمر، هذا معروف جدا في نمسا الخمر الهامستان، فكذلك الأكل معروف، ولكن هذا كله من باب السياحة أصلا يعني. وأنتم جزاكم الله خير. والله أظن هذا أهم شيء يعني أنتم سمعتوا الآن. والله كان معنا الأخ. حياكم الله. اسمي محمد أبو عبد الرحمن النمساوي. حياكم الله. الله يحييكم جزاكم الله خيرا. حياكم الله.